في الأثناء تستكمل الأمم المتحدة تحركاتها بشأن اليمن وتطبيق اتفاق السويد، حيث وصل إلى عدن اليوم كبير مراقبي الأمم المتحدة رئيس الفريق الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، واجتمع بمحافظ الحديدة على أن ينتقل غدا إلى صنعاء للقاء ممثلي الميليشيات ومنها إلى الحديدة مباشرة مهام تثبيت وقف النار وانسحاب الأطراف من الميناء والمدينة. وكان الفريق الفني الأممي المساعد وصل الحديدة، حيث سيعمل على الترتيبات الخاصة بعمل الفريق الأممي في المدينة. وأوضحت مصادره أن المراقبين مزودين بوسائل ومعدات عسكرية للتنقل والاتصالات، غير أنهم لا يحملون السلاح وسينتشرون في نقاط التماس. المحطة الأولى في مهمة الفريق الأممي الذي يبلغ عددهم نحو 40 مراقباً دولياً برئاسة الجنرال باتريك كريستوفر المكلف بمراقبة تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية والانقلابيين في الحديدة، حيث اجتمع باتريك فور وصوله لمطار عدن بممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة المشتركة لتكون صنعاء بعدها المحطة الثانية، على أن ينتقل مع فريقه لاحقا إلى الحديدة وذلك بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي. ووفقا لاتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن الجديد رقم 2451، من المقرر أن يتولى الفريق الأممي وممثلون عن طرفي النزاع متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد التي تقضي بإعادة انتشار عناصر الميليشيات وانسحابها من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى خارج الحدود الشمالية لمدينة الحديدة بحلول 31 من ديسمبر الجاري. ويقضي الاتفاق أيضا بأن تتسلم هيئة موانئ البحر الأحمر الرسمية اليمنية إدارة الموانئ الثلاثة بمساعدة خبراء فنيين وإداريين أمميين. كما سيتولى الفريق أيضا الإشراف على انسحاب قوات الشرعية من جنوب طريق صنعاء إلى الحدود الخارجية الجنوبية لمدينة الحديدة. القرار الأممي الذي مرره مجلس الأمن أمس بالإجماع يطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن برفع تقارير أسبوعية عن سير تنفيذ اتفاق السويد وحشد العدد الكافي من المراقبين الأمميين لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة وتنفيذ كل بنود اتفاق السويد الذي مثل خطوة أولى في طريق السلام لليمنيين. ميس الحربي، الحدث.